ضمن اهتمامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استئناف الدراسة في الجامعات، نظمت الوزارة ورشة عمل بمدينة المكلا، بحثت خلالها الفرص المتاحة لمواصلة التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا. تحت شعار نحو برنامج تنفيذي لاستئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية، بدأت اليوم بمدينة المكلا أعمال الورشة العلمية بعنوان التعليم الجامعي في ظل استمرار كوفيد-19 التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عقد ورشة العمل في مدينة المكلا تمثل عمل تاريخي بامتياز، لأن هذه الحاضرة المكلا عروس البحر العربي، تحتضن كوكبة وعلماء وأساتذة وخبرات، كلهم اليوم يجتمعوا في هذه القاعة، وهذا عمل علمي كبير يحسب لمدينة المكلا. الورشة العلمية تستمر على مدى يومين وتناقش محاور وأوراق عمل حول الأوضاع الصحية في بلادنا وانتشار عدوى فيروس كورونا واستعراض التجارب الدولية التي خاضتها دول العالم لاستكمال العملية التعليمية في ظل انتشار الوباء كأزمة كبرى تهدد المسيرة التعليمية. أشير إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 كما كانت له سلبياته الجمة على كل مناشط الحياة وبضمنها التعليم العالي، إلا أنه حفز متخذ القرار إلى ضرورة اتباع الإجراءات الأكثر نجاعة واستنباط الحلول الأكثر فاعلية، حيث أصبح اللجوء إلى وسائط التعليم الإلكتروني وإدماجها في نمط التعليم النظامي أمراً لا مناص منه. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، متمناً لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم الوطنية التي اجتمعتم من أجلها، وهي قضية استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية ظل استمرار تهديد وباء كورونا، وأن احتضان مدينة المكلا عاصمة حضرموت لهذا الحدث الكبير دليلا على مستوى الأمن والاستقرار الذي تنعم به، وكذا استقرار التعليم العالي في الجامعات الحكومية والأهلية في حضرموت، فإن هذه الكوكبة الكبيرة من الدكاترة والأساتذة في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية قد تداعوا هنا لاستخلاص النتائج ووضع المخارج والحلول لاستمرار التعليم العالي بظل استمرار تهديد وباء كورونا. وما يعزز مكانة هذه الورشة هو تواجد الأخ الدكتور سالم الخنبشي ونائب رئيس الوزراء، والأخ الدكتور حسين بسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والإشراف المباشر من قبلهما على هذه الورشة. يأتي عقد هذه الورشة بهدف تحفيز الأنظمة التعليمية لاتباع أسلوب إدارة الأزمات لمواجهة الوباء والبحث عن الفرص المتاحة أمام الأنظمة التعليمية لمواصلة التعليم والخروج بتصور يساعد اللجنة الوطنية العليا للطوارئ والحكومة على اتخاذ قرار مناسب بشأن استئناف الدراسة.